حوار نهى وطرات مع الأستاذة اعتدال إدريس. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج بصائر اللي بيجيكم خلال شهر رمضان المبارك يوميا بإذن الله مع أستاذة اعتدال إدريس. أنا بكون معكم نهى سعدي وزميلي طرات سندي. كيفك يا طرات؟ حياك الله يا نهى. الحمد لله تمام. حياك الله أستاذة اعتدال. أهلا وسهلا فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نستكمل بقية الشبهات، يعني احنا تقريبا امس كأنه انهينا انه كل ما يتعلق بالمرأة، وقلنا انه القوامة هي تكليف ولا وليس التشريف. نعم. وبما انفقوا من اموالهم فالرجل مطالب، اذا يعني قوامتك للمرأة لشقين، لشق العقل اللي ربنا اعطاك هو والقدرات اللي اعطاك هي ربنا، والشق الثاني انه النفقة تجب عليك. طيب اذا فقد الرجل النفقة هل معناته أنه تلغى القوامة؟ طبعا لا، وهذا كثير من الأسئلة اللي بترد، يعني وترد شبهات في نفوس النساء. طب تقول هي اللي بتصرف على البيت، هي اللي بتسوي كل شيء، طب اشمعنى هو تسمع كلامه؟ ليش تسمع كلامه؟ مربنا قال وبما أنفقوا، فإحنا نقول لها أنه قال الرجال قوامون على النساء بما، إذن القوامة هذه بشيئين، بما فضل الله بعضهم على بعض بالطبيعة والتركيب والنفسية والعقلية، والشق الثاني اللي هو إيش؟ الأموال. لو كان تعسر الرجل في الأموال أو قصر في الأموال، طيب إنه ينفق على زوجته، فلا يعني هذا أنه يقصر في الطبيعة والتكليف اللي عنده فهو مكلف. لو قصر في الأمانة في التكليف اللي قام به أو الرعاية لهذا البيت فهو محاسب. فمو معناته إنه يا مرأة لو الرجل قصر في ده تقول لك أنا ما حسمع كلامه عشان هو مقصر. طيب أو هو فيه، نقول لها لا، أدي الذي عليك وسل الله حقك. لو كان كل واحد يقول أنت ما سويت لي الشيء مش هعمل لك، هو الدنيا حتصير غابة، حتصير وحوش. فعشان كده نقول لا، كل واحد يؤدي العمل حقه. طيب والثاني أدى كملة الدائرة، ما أدى هو يحاسب، لكن مش الكل يحاسب ويقصر. في عندنا من الشبهات، الآن بننتقل لبعض الشبهات المتعلقة برسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. من ضمن هذه الشبهات إنه في الآية اللي هي في سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، طيب والله غفور رحيم. فإيش يقولوا؟ إنه الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا إنه كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم على نفسه ما أحل الله له ترضية لبعض نسائه، ولأنه الله سبحانه وتعالى قال له لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فقالوا هذه الآية اعتراض من الله عليه وإنذار من الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا يشككوا أنه كيف حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا توافق التشريع الله، علشان يطعنوا في كل شيء يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم من تحليل أو تحريم، ويشككوا في تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. فيقول لك إيه أهو، إذا ربنا بيعاتبه فمعناته إنه هو ما هو مظبوط، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا أن يكون إيش كذلك. فإحنا نبغى نشوف طبعا الآية اللي استدلوا بيها هذا الدليل، ما في اعتراض عليه ولا في انذار للرسول ان الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم، هي من باب ايش المشاكله، يعني زيه ايش زي كانه الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال له انت سويت كده علشان كده، مش علشان انه انذار ليك او اعتراض ليك. هي اساسا الايه ممكن نقول توضيح، توضيح ممكن. نعم. او هي ممكن نقول عتاب، ففي فرق بين العتاب وبين الذنب نهى. يعني هو يعني تعالي اقول لك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اللي سواها مع وايش قصتها اساسا، ايش قصه سوره التحريم؟ قصه سوره التحريم انه الرسول صلى الله عليه وسلم في عندنا لها روايتين، روايه قالوا حديث العسل، وفي روايه ثانيه انه الرسول صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه جاريته ماريا. نوضح الحكاية، إيش هو حديث العسل؟ عائشة، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش. زينب بنت جحش اللي كانت متزوجة أسامة بن زيد، زيد بن ثابت قصدي، فبعد كده طلقها والرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها، وهي بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت جميلة جدا، وكانت عائشة رضي الله عنها تغار منها. عائشة رضي الله عنها
يعني سبحان العظيم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لنا إنه حياته ترى عادية زي حياة كل الناس. أيوه. طيب هم تغار وممكن تعمل بعض الأحيان مؤامرات، فهو طبيعة المرأة، وبيبين لنا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش مع النساء، مع زوجاته، كيف يعامل دي وكيف يعامل دي، وكيف أنت يا رجل تتعامل مع المرأة، وكيف ينقل لنا الحديث، وكيف هذه الأشياء كلها، فتحس إنه ترى هو بشر، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، حتى لو هو رسول ونبي ولكنه إيه بشر، يخطئ ويصيب، يخطئ في إيش؟ في الأمور البشرية، مش في أمور التشريع. طيب في الأمور البشرية قد يخطئ فيها، يعاتب الله سبحانه وتعالى مثلا عبس وتولى فعفى الله عنك لما أذنت لهم، فهذه يعني أمور عادية مش تقدح في التشريع. فعائشة رضي الله عنها كانت تغار من زينب، فاتفقت هي وحفصة، تقول فوائش فواطيت أنا وحفصة، يعني اتفقت هي وحفصة، حفصة بنت عمر بن الخطاب، على أيتنا دخل عليها أي واحد يدخل عليه، ورسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ عسل عند زينب ويجي عند زوجاته، فتقوم تقول له أكلت مغافير، إني أجد منك ريحة مغافير. إيش المغافير هذه؟ هذه أكلة ريحتها بصل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص دائما إنه ما تكون عنده ريحة كريهة، لا ريحة بصل ولا ريحة ثوم، علشان هو يناجي الله سبحانه وتعالى. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم على إحداها فقالت له ذلك، فقال لها لا أنا ما أكلت هذا الشيء، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش. لما راح عند الثانية عند يعني حفصة قالت له كده، وعائشة قالت له كده، فأكدت كلامهم، فقال لهم أنا إيش، خلاص حرمت العسل على نفسي ولا تقولي لأحد. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرم هذا على نفسه، طيب ف يعني ما كان قصده أنه يحرمه على الأمة، ولا كان أنه يحرمه على أي أحد، لكن زي ما تقول إيش، والله هذا يزعلك، خلاص والله ما نمسوي. نعم أيوه شايفة؟ أيوه. فيعني هي ما كان فيها شيء، يعني سبحان الله العظيم. فهذه لما يعني الحادثة اللي حصلت في هذه، إنه لما نزلت الآيات إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير، فهنا كان تحذير من الله سبحانه وتعالى لعائشة وحفصة إنه أو كل المتظاهرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه ترى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أمور أكثر من كده وأهم من كده، فإيش لا تتظاهروا عليه. فحتى أيضا حديث ماريا أنه كانت برضو عنده أمة يطأها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ماريا اللي هي ماريا القبطية أم ابن إبراهيم، فيقول فما زالت به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما حرم هذه، فاللي هو والأرجح الأرجح اللي هو يعني قال أنه هو القول الثاني اللي هو حرم ماريا على نفسه، فكان امتناع عن العسل أو ماريا، فربنا سبحانه وتعالى قال له ليش تحرم هذا على نفسك، وأعطى له إيش، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن هنا أعطى له أنك أنت تتحلل من اليمين، ما يقصد بها أنه إيش، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم حرم شيء على الناس، يعني سيدنا يعقوب اللي هو إسرائيل حرم على بني إسرائيل أن يأكلوا الشحم أو أن يأكلوا الشحوم اللي موجودة في هذا، حرم عليهم بعض المأكولات وأصبحت شرع عندهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليهم إيش العسل وشيء، لا ولا يعتبر قدح في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا جاء العتاب من الله سبحانه وتعالى رفقا بالرسول صلى الله عليه وسلم وشفقة عليه، ولا تضيق على نفسك علشان ترضي أحد، يعني زي ما بقول لك أنا يا ولدي ترى مو لازم أنت تسوي كده عشان تبقى ترضي الناس كلهم، ترى أنت ما تقدر ترضي ده وترضي ده، فإيش هون على نفسك، أنت تقول والله هعمل لهم كده، أقول لك يا ابني ترى مرة شديد عليك كده، شايف؟ ولله المثل الأعلى، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما انهاد علشان رضا زوجاته، فالله سبحانه وتعالى بيقول لا تضيق على نفسك، أنت تقدر تتحلل، وهم أحق أنهم هم يسعوا اللي يرضوك مش أنت اللي ترضيهم. فكان يعني عتاب فقط، ورسول صلى الله عليه وسلم عنده مباحات كثيرة، فهنا هذه الآية رد فيها على إيش، على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد به أنه تحريم كامل، ولكن أنه جعل الله له سبحانه وتعالى التحلل هو التكفير عن اليمين. هذه كانت الآية. في عندنا من الشبهات أيضا اللي هو استنكار زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي طفلة. كثير تقول لك اتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة عمرها 9 سنوات، كيف تزوجها 9 سنوات؟ ودي دائما من الشبهات اللي تطلع.
احنا نقول لكم كمان الشيء اللي يصدم اكثر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خطب عائشة وعقد عليها وعمرها 6 سنوات ولم يدخل بها الا وعمرها 9 سنوات، يعني عقد عليها وهو في مكة ودخل بها وهي في المدينة لما صار عمرها 9 سنوات. فيجي يقول لك كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج طفلة؟ كيف يعني كيف الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا بنقول انت بتقول لي كيف، وحتى بيقول لك انه عمر الرسول صلى الله عليه وسلم فوق 50 سنة. وهذا يتهموا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم انه ما راعى غير رغبته ومزاجه، ما راعى مشاعر طفلة دون العاشرة من السن وهي تلعب ايش مع الاطفال. فطبعا احنا بنقول انه زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها ترى ما هو غريب وله عجيب، هذا الأمر كان موجود في المجتمع. من الخطأ إن إحنا نفصل بين الحدث وبيئته، إحنا عندنا هنا في البيئة العادية هنا عادي ترى إنه تتزوج الوحدة 20 وهذا، بس قبل كده أسألوا جداتكم، كثير من جداتكم تزوجوا عمرهم 9 سنين، كثير من جداتكم تزوجوا عمرهم 10 سنين. صحيح. وهذا هنا في الوقت الحالي مش في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندنا كانت أنثى ناضجة، ولعلمكم في معلومة ترى حتى أنا دوبنا والله يعني وأنا بقرأ مع بحضن المادة دي اكتشفتها، ترى عائشة رضي الله عنها كانت مخطوبة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد اسمه الجبير بن المطعم بن عدي. تخيل. جميل. هذا مفاجأة. نكمل اللي هو عن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي طفلة. خلينا نبدأ نفصل ونرد على الشبهات هذه. نقول أصلا من المعروف تاريخيا أن قريش كانت تتربص دائما بالرسول صلى الله عليه وسلم، ودائما تدور أي شيء عشان تقلب الناس عليه، وتبغى تشوف أي خطأ فيه علشان تثير الشبهات والشكوك حوالينه. لما أعلن نبأ المصاهرة بين أعز صاحبين وأعز صديقين اللي هم أبو بكر الصديق والرسول صلى الله عليه وسلم، استقبلت الأمر زي كأنه أمر طبيعي عادي. لو كان في هذا الزواج في أي منقصة أو مذمة، قريش كانت حتقوم الدنيا وما تقعدها، وحتبدأ تلوك الألسن مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولوا هذا محمد اللي جاي يدعونا للعفاف والطهر، شوفوا بتزوج طفلة. بس هذا الأمر عادي مألوف عندهم في المجتمع. ده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما راح بنفسه خطب عائشة، مو هو اللي قال من عنده. في عندك اقتراح كان باقتراح من أم شريك اللي هي خولة بنت حكيم السلمية، اقترحت على الرسول صلى الله عليه وسلم عشان توكد الصلة مع أحب الناس لي سيدنا أبو بكر الصديق، قالت له إيش رأيك تتزوج عائشة؟ فطبعا كانت مخطوبة قبل كده لمين؟ لجبير بن المطعم بن عدي، كانت ناضجة ومكتملة الأنوثة. طب كيف يعني كيف كان الحديث الحكاية؟ حنشوفها في الكلام الجاي. السيدة عائشة رضي الله عنها ما كانت أول واحدة هي اللي انخطبت وهي صغيرة، ترى لعلمكم. عندك مين؟ ولا كانت آخر واحدة، يعني ما كانت أول صبية صغيرة تزف إلى رجل في سن أبيها، وما كانت كمان آخر واحدة. عبد المطلب اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم أتزوج من هالة بنت عم آمنة اللي هي زوجة ابنه عبد الله، أتزوج يعني ابن عبد الله أصغر واحد أتزوج آمنة، هو عبد المطلب أتزوج مين؟ هالة. وكانوا الاثنين في سن بعض فكانوا صغار. سيدنا عمر بن الخطاب أتزوج مين؟ من بنت سيدنا علي رضي الله عنه. فيعني هو في عمر جدها تقريبا، فلكن كان الأمر عادي. سيدنا عمر بن الخطاب عرض بنته الشابة حفصة على مين؟ على أبو بكر إنه يتزوجها، وفي فارق سن كبير بينهم، وبعد كده تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهدول كان عندهم الأمر عادي. نقوم نيجي إحنا دحين بعد 1400 سنة ونقول لا ما ينفع، طب أنتوا نسيتوا العصور والأقاليم ونسيتوا العرف الاجتماعي اللي كان موجود. طبعا هذا غير يختلف عن طبعا يعني يختلف عن صح مختلف. أيوة. تماما زماننا حتى يعني زماننا أحسن مختلف تماما. الشيء الثاني، زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة كان بأمر توقيفي من الله سبحانه وتعالى. ربنا أمره أنه يتزوج عائشة. طيب تخيلوا ربنا أمره، فهنشوف إيش الأحاديث اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. في حكم أساسا من زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة. ليش؟ لأنه عائشة
هي اللي روت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث، بخاصة السنن القولية والفعلية في معاملته للمرأة، الأحكام الشرعية للنساء، للنساء أحكام شرعية كثيرة روتها عائشة. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف عائشة في النوم وقال لها، قال لها أريتك في المنام، يعني ربنا وراني في المنام 3 ليال جاءني بك الملك في خرقة من حرير فيقول هذه امرأتك، ثم اكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول إن يكن من الله يمضه. وفي رواية أريتك في المنام مرتين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ورؤيا الأنبياء حق ووحي، يقول إن أنا شفتك في النوم 3 مرات أو مرتين، إنه تيجيني كده بالملك بيجيني بوحدة بملفوفة بحرير، ولما اكشف وجهها فتكون مين؟ عائشة. فيقول له الملك هذه امرأتك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو في خير ربنا حيمضي. طيب، فراحت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون للرسول صلى الله عليه وسلم، قالت له بعد ما ماتت خديجة رضي الله عنه بسنتين، قالت له إيش رأيك تتزوج عائشة وسودة؟ طيب، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أخطبي لهم. فقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تزوج؟ قال من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال له فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك عائشة بنت أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قالت سوداء ابنة زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال لها طيب اذهبي فاذكريهما علي، يعني قولي لهم. هذه راحت لبيت أبو بكر، هذه هي مين؟ اللي هي خولة بنت حكيم، عشان كده عشان نعرف من الحديث إن كيف كانت مخطوبة. أيوة أيوة أيوة. فقالت يا أم رومان اللي هي زوجة أبو بكر الصديق، ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ ربنا حيدخل عليكم خير وبركة كثير. قالت وما ذاك؟ إيش هو؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة، إني أخطب له عائشة. طيب. قالت انتظري أبا بكر حتى يأتي، استني أبو بكر. هلو. فجاء أبو بكر فقالت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قال وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. يعني شوف أبو بكر، لا أبو بكر حط الرفض مش إنها صغيرة، طيب بنت أخي، إنها بنت أخوه، طيب إنه هو معتبر نفسه أخو الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة أيوة أيوة. فكيف الرجال يتزوج بنت أخوه؟ فإذا الرفض هنا ما كان للسن. إنها للسن، كان إنه ابنة أخي. الزمن مختلف والفكر أحسنت، يعني ثقافة المجتمع كان مختلفة تماما، فما فيها كلام. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعت اللي هي خولة فذكرت له ذلك. قال ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. يعني مش أخوة نسب أو أخوة رضاع، هذه هي اللي تحرم، لكن إحنا أخوة في الإسلام، ابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت ذلك له، قال انتظري وخرج. أبو بكر قال انتظري وخرج. فأم رومان بتقول لخولة، قالت لها إن مطعم بن عدي كان قد ذكرها على ابنه. لما تجي تقول في الأحاديث ذكرها على ابنه، يعني خطبها، خطبها أيوة لخطبها لابن جبير. فوالله ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر. يعني أبو بكر عمره ما وعد وعد ويخلفه. طب أبو بكر لازم يشوف طريقة معينة إنه يشوف الحين أنا وعدتك يا جبير إن يا مطعم إن أنا أجوزك عائشة. أيوة. والرسول خطب عائشة، طب أنا حرد، حردك أنت ولا حرد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه وعد. فأبو بكر راح دخل على مطعم ابن عدي وعنده امرأته أم الفتى. أيوة. أم العريس. فقالت له يا ابن أبي قحافة، هم ما كانوا ما هم مسلمين ترى، جبير ما هو مسلم. فقالت له يا ابن أبي قحافة، ما قالت له أبو بكر ولا شيء، لعلك مصب صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. إيش معنى الكلام ده؟ قالت له أقول لك لو ولدنا أتزوج بنتك تروح تخليه يصبأ، ويقول صبأ عن الدين، يعني ترك دين آبائنا وأجدادنا وراح دخل في دينك. ها لو أنت، لو شوف أم الولد قالت له، لحن هو أبو بكر دخل لهم وكان يتمنى من الله أنهم يرفضوا من عنده. أيوة حلو. طيب فجاهم الرفض سبحان الله العظيم هذا. قالت له أقول لك لو ولدنا تزوج بنتك هتخليه يترك ديننا ويروح يدخل في دين الدين اللي أنت عليك؟ فقام قال أبو بكر لمطعم بن عدي،
أقول هذه تقول إنها تقول ذلك، يعني هذا الكلام هي اللي تقوله كده. طيب فخرج من عنده وخلاص، وأذهب الله عنه إنه هو إيه ما عاد يفرق معاه وأنا إيش هذا. ف يعني زي ما تقول إيش أتحلل من الوعد اللي وعدهم هو. فرجع فقال لخولة ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعته فزوجها إياه، وعائشة يومئذ بنت 6 سنين. طيب كانت الخطبة في شوال من السنة 12 للبعثة النبوية. طبعا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما تزوج امرأة أبواها مهاجران غيرها بلا خلاف، شايف؟ بعد الهجرة النبوية في السنة 2 بالتحديد بعد غزوة بدر، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة في شوال برضو. عشان كده يقولك من السنة إنه الأفراح تصير فين؟ في شوال، من السنة. لكن يعني لو تزوج الإنسان في أي وقت ما هي مشكلة. فهي كانت عائشة تتفائل إنه خطبها صارت العقد في شوال ودخل بها أيضا إيش في شوال، فكانت تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش في شوال، وكانت أحضى نساءه عنده. بس بالنسبة ملاحظة بسيطة، سوداء بنت زمعة الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل عائشة. ليه؟ لأنه كانت خديجة ماتت ولو سنتين وما في أحد بيهتم ببزورته، وسوداء كانت كبيرة جدا جدا، فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إيش حتى ترعى أطفاله. ولكن عائشة تزوجها للنقل، لنقل العلم، وكانت عائشة رضي الله عنها أفضل الناس في النسب وفي الشعر وفي الطب وفي الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي كل شيء أفضل الناس. حتى الصحابة كانوا لما يبغوا شيء يروح يسألوا مين؟ عائشة رضي الله عنها، يسألوها في ذلك ويتعلموا منها. يعطيك العافية أستاذ اعتدال، يعطيكم العافية أحلى مستمعين. إن شاء الله في الحلقة الجاية نعرف أكثر، نتعلم أكثر، ونتعرف على شيء جديد وشيء يمكن يكون يعني هو قديم صحيح. لكن إحنا بنتعرف عليه لأنه شيء جديد. كنت معكم نهى سعدي وزميلي طرات سندي أكيد. وأستاذتنا اعتدال إدريس. إيش عندك؟ لا بس بقول بكرة إن شاء الله نشوف. إن شاء الله. مع السلامة.